وبعد 7 أيار وتسونامي جربوا كتار بالداخل وبالخارج بعدونا عنهم. جربوا كتار بالداخل وبالخارج بعدونا عنهم. صار معنا تجربة صغيرة تعكس هالشي اللي عم بقوله. كنا باجتماع بإحدى سفارات الدول العظمى طبعا صممين. وإذ كممثلين عن لجنة شباب التيار الوطني الحر، وإذ بيجربوا يقنعونا إنه الجنرال عون في خياراته السياسية وتحالفاته عم بيبيع شبابه. فكان جوابنا لهم بوقتها كثير واضح، وهيدا الجواب هو اليوم لكل واحد بيشكك بالعماد عون. إذا أنتم بتشوفوا الجنرال عون رئيس حزب أو رئيس حكومة سابق أو رئيس تكتل، نحن شباب التيار الوطن الحر بنشوف البي. البي اللي بغار على اولاده وعلى مصلحة وطنه، واللي السنوات اثبتت مدى تضحياته لهم ولوطنه لبنان. دولة الرئيس، شباب التيار الوطن الحر بيفتخروا فيك بي لهم. البي اللي ترفع عن كل المراتب كرمال لبنان، وهن مأمنين، ولادك مأمنين بالخطاب اللي قلت لنا اياه بال89، وقتها قلت لنا انه استرجاع الجمهورية اهم بكتير بكتير من رئاسة الجمهورية.